مساء النور عليكم، أتمنى تكونوا على خير يا رب. مساء النور، بنفسي اكتفيت. وعليكم السلام محمد وئام. بونسوار عبد المغيث، مساء الخير وفاء. وعليكم السلام هبة. هبة اليوم عبد المغيط، نظرا على الناس اللي تلاميذ طلبوني انني ندير لهم مساء النور ايمان. ايمان انت نعيمه نعيمه، طلبوني انني ندير لهم تلخيص شامل الدروس، يعني جميع داكشي كاع اللي قرينا غير تلخيص دابا. اما التمارين وقفناهم، كنا ديك الحصه كنا كنصحو وقفنا عند الدرس ديال لا كومباريزون، كنا كنديرو تمارين، كنا كنديرو مراجعه بالتمارين. دابا غندير لكم مراجعه اللي هي عباره عن دروس، يعني بحال تلخيص ديال الدروس. أميمة قال مساء النور بنتي. مصطفى فلال وعليكم السلام. كوثر كذلك وعليكم السلام. حليمة وعليكم السلام. فاطمة الزهراء راه باقي الحال، راه باقي الناس راه كيراجعوا. بالنسبة للمتمدرسين راه يلاه كيراجعوا الدروس، يعني أنا باقي الحال، باقي تكملوا تكملوا. إفري بونسوار وعليكم السلام. شيماء نعيمة برار وعليكم السلام. و أم إل فرح النبي الله وعليكم السلام. شكرا بسيط الامل، بارك الله فيك، الحمد لله. مرحبا محمد بام. مساء النور غزلان. مرحبا عبد المغيث. مساء الخير وردات الامل وعليكم السلام. ليال ليلى اشرف وعليكم السلام. نعيمة صفار وعليكم السلام بنتي. مساء الخير حنان جراي. مرحبا بريم بي اش ام. التلخيص دابا اللي غنخدمو التمارين، ميمكنش نخدمو التمارين وتلخيص. الحمد لله عائشة مخلص، شكرا وردة الامل، بارك الله فيك، الله يكبر بيك. شكرا غزلان، الله يكبر بيك. مرحبا مصطفى فلال. ان شاء الله حليمه اليوم غنخصو جميع الدروس. ارتاح سهاب، بالنسبه للدروس بلوتو امتحانات ميمكنش نبداو دابا، على الاقل حتى نديرو بعدا التمارين عاد نبداو. بالنسبه لي تكتب لي شي كومونتير طويله كيطلع ما كيبقاش تيبان، داكوغ؟ غير سمحوا لي، راه كيطلعوا لي كومونتير ما تيبقاوش يبانو. هي تبعي مريم، تبعي مرحبا بك بنتي مريم بي اش ام. الوغ بالنسبه اللي كيقولوا لي نديروا الامتحانات الموحده الجهويه، راه ميمكنش نخدمهم، حنا غاديين بشويه بشويه. اول حاجه نعطيكم تلخيص، باش تري ما كانش حاضر معايا في لي لايف اللي كنت نخدم ديال الدروس، نعطيكم تلخيص ديال الدروس ديال الدوره الثانيه. ابخي غنكملوا التمارين اللي كنت حطيت لكم ديك الساعه، غنكملوا التصحيح ديالهم وغنعطيكم تمارين اخرى. لا صوتي ما مال والو، صوتي ما مال والو، راه غير مع غير عادي، وكان كل مره وانا وانتم وزركم معايا في الصوت. بالنسبه اول حاجه غندير تلخيص ديال الدروس، ثانيا غندير المراجعه بالتمارين، عاد غنبدا مراجعه الامتحان الموحد. داكوغ، شكرا على ريم. نبداو اييه اليوم غادي نخصو الدروس كلهم خديجه في اللايف. شكرا محمد بودار. لا ما غنساش نصحو التمارين ديال المراجعه، حيت كاينين طلبوني قالك زيد عطاك ديري معنا تلخيص ديال الدروس، نديروهم وديك الساعه الا بقى الوقت راه نكملو المراجعه، ما عنديش انا المشكل. لا ابتسام صوتي ما مبدلش، اون فوا كندير كندير الشال، ملي كندير الحجاب ديالي بحال كنعسف على حلاقمي، كنزيرو وكيبقى تيبان لكم الصوت غليظ. شكرا سنة، حتى وحشتكم بزاف. وي راه ماشي غير انت عندك مشكل في التعبير، الجميع عنده مشكل في التعبير. داكشي باش تنقول لكم انايا، عدو اي انشاء حطيناه تحفظوه.
يلا سيدي نبداو على بركة الله. كافيكم الوقت ان شاء الله، راه ما تخافوش، راه الوقت كافيكم، ما تبقيوش تيأسوا من دابا، راه باقي. يلا قلنا بسم الله. مرحبا فاتي فاتي، يلا نبداو. يلا باش ما كان قولوا لي باش نبدا. لاباس برنسيس ماريتال. وي تي انا كنلاحظ سورتو هذا النوع ديال الشاور اللي كنلبسو تيزير لي على الخم ديالي. صافي نبداو. لا ما تخافيش خديجة، لا ما غاديش يقجني ليكم. نراجعو ياسمين الرئيس، الا كنتو نتوما ديجا كنتو كتخدموا معايا من الاول الحصه، من الاول ديال اللايفات ديال الدوره الثانيه، راه غير اليوم كافياكم. لا قطرة ندى، اللي عنده مشكل في النسيان تيكتب تيحفظ وتيكتب، اللي كينسى تيحفظ وتيكتب، لان الكتابه كتخليك تتعقل اكثر. وي الانشاءات عندك الصح. دابا انا شنو قلت؟ قلت فما بقى نرمي الانشاءات ونضيعوا الوقت، غنبقاو نديرو كل امتحان موحد بتصحيح الانشاء ديالو، كل امتحان موحد غيتصحح الانشاء ديالو في نفس النهار باش تاخدوه وتخدموا عليه. يلا نبداو. ويبقى معنا برانسيس ما تعشيش دابا، على بركة الله نبداو. الو، اول درس شفنا في الدورة الثانية هو الدرس ديال لا كوردينياسيون، يعني وسائل الربط. حنا غنشوفو غير سبعة، هما اللي غادي نشوفو، لكن هذا جا شفناهم. حنا شفنا اكثر، ولكن هادو اللي كيتحطو في الامتحان عندكم. هما انا كنعتبرهم في واحد الجملة الشهيرة اللي هي مي اوي دونك اورنيكار. هذه هي الجملة اللي خاصكم تحفظوها، مي اوي دونك اورنيكار. إيه بحال تنقول حنايا ولكن اين هو اورنيكار، واخا ما غاديش تكتب ديك الطريقه. الو كاينه مي او اي دونك اور ني كار. الا حفظتوها بهذه الطريقه هذه، مي او دونك اور ني كار. داكوغ. الوغ اول مي هنايا عطيناكم سبعه ديال لي كونجونكسيون دو كوردينياسيون، يعني وسائل الربط اللي غنشوفو في هاد الدرس ديال لا كوردينياسيون، وكل وحده عندها الدور ديالها. الوغ مي الدور تاعها هي اوبوزيسيون، يعني كتعطينا تناقض اوبوزيسيون. داكوغ. او عندها علاقه بلو شوا، يا اما نقولو راه ممكن نتوافق ولا ماشي علاقه، يا اما تنقولو لو شوا ولا تنقولو لالتيرناتيف، بحال بحال لالتيرناتيف يعني الاختيار. هذه لوبوزيسيون هو التناقض، لو شوا هو الاختيار، اي هي لاديسيون الجمع او الاضافه. دائما كما تنقول لكم لاديسيون كتكون دوبل دي، دونك لا كونسيكونس هي النتيجه. او بحال بحال مي اللي هي كذلك لوبوزيسيون، ني لا نيغاسيون النفي، وكاينه كار اللي هي لا كوز السبب. صافي هذاك اول درس، هذا هو التلخيص ديالو. مي لوبوزيسيون او لو شوا اي لاديسيون دونك لا كونسيكونس اور لوبوزيسيون بحال بحال ني لا نيغاسيون كار لا كوز. واحد القضيه غادي نرد لكم البال على هاد اور، غادي انا فحت لكم على واحد العلامه هنايا. علاش؟ حيت كنا شفنا في الدرس، كنا درنا تصحيح ديال التمارين في الامتحان الموحد، هادو اللي كنا درنا مؤخرا، وكنت قلت لكم ردوا البال مع اور دائما. الا لقيتوا بان الجمله الا قال لكم املاء الفراغ كيف ما شفتوا في الدرس في التمرين ديالنا ديال الكوردينياسيون، الا قال لك املاء الفراغ وانتم عرفتوا بان في ديك الجمله خصكم ديروا مي ولا اور، انا كنقول لكم من هنا من الاحسن استعملوا مي، حيت هي كتجي مع جميع الجمل. الوغ كو اور واخا تكون الجمله فيها تناقض، بعض المرات ما كتجيش مع الجمله. لهذا انا كنصحكم وقت ما كان عندكم في هذا الدرس املاء الفراغ وديك الجمله لقيتي بانه عندك اختيار اما دير مي ولا اور، من الاحسن ديرو مي، من الاحسن ديرو مي.
صافي كأول درس هو ونفس الشيء بخلاص اسم ماريتا، ولكن المشكل هو انه اور ما كتجيش مع جميع الجمل واخا يكون في الجمله تناقض. صافي ندوزو هذا الدرس هذا تفهمنا دابا فيه. هبه هبه ضروري تحفظوا هذا الشيء، ضروري تحفظوهم هادو كما تنقولوا حنايا ما الطبيب ما يقول لكمش عليهم شي حاجه، ضروري تحفظوا هادو بالادوار ديالهم، لان في امتحان اما غيعطيك املاء الفراغ كيف ما شفتوا. شوفوا المراجعه اللي حطيت لكم انايا ديال الامتحان الموحد راه ما كنحطهاش غير عبطيا، راه حطيتها وحطيت كما تنقولوا حنايا من كل لون طرب، حطيت لكم كاع الاحتمالات اللي تقدروا تحطوا في الامتحان. كل تمرين كنحط لكم منه واحد ولا جوج على حساب كيفاش يقدر تحت الامتحان. الا ما حطوش لكم املاء الفراغ يقدروا يعطوكم يقول لكم جبد ليا من النص واحد لا كوردينياسيون عندها علاقه بلاديسيون، واحد لا كوردينياسيون عندها علاقه بلا نيغاسيون، يعني خاصك تكون عارف الادوار ديالهم، ما يمكنش تجي انا كما قلت لكم هادشي اللي تحفظ. داكوغ مفهوم؟ يلا سيدي نبداو نمشيو دابا نكملو نشوفو التمرين او بليتو الدرس الثاني. الشرح ديالهم بالعربية الوغ واش بغيت نقول لك اولدي ونعرفو فوقاش نديرو كل وحدة ادام ام سي، باش تعرف دير كل وحدة خاصك تعرف الجملة تفهمها، هذا هو اللي نقدر نقول لك، ماشي غير اجي وعرف، خاصك تفهم الجملة، خاصك الجملة تفهمها باش تعرف كيفاش راح تخدمهم. صافي الوغ بالنسبة لهادو راه صعيب باش نعطيكم انايا واخا مي هي لكن او هي او هذا او هذا اي هي و دونك هي اذا او هي كذلك لكن ني هي لا يحب لا هذا ولا هذا لا لا كار هي الى مرات كار لانه لان واخا صعيب انني نعطيكم صعيب انني نعطيكم سميتو التعريف بالعربيه كتجي شويه صعيبه. صافي وي الجمل شوفوا نقول لكم واحد القضيه، الجمل نهار الامتحان ما تيكونوش صعب، غير باش نكونوا واضحين اما تيكونوش صعب نهار الامتحان، تيكون الامتحان في المتناول، غير نتوما ما خصكمش تخلعوا وديك الدهشه راه كتخليكم انكم تنسى عليكم كلشي. نهار الامتحان كنقول لكم نعاود ناكدها، احنا راه غادي نديرو امتحانات غنتدربو، ولكن نهار الامتحان حاولوا تشدوا راسكم، راه كاول قراءه لك الامتحان راه ما غادي يبان لك حتى حاجه كقراءه اولى، غيبان لك كلشي صعيب، ولكن من بعد كيبداو يبان كيتحل الامتحان كيتحل لكم دماغكم. انا نقول لكم واحد القضيه خصكم نهار الامتحان ديروها، هي نصيحه خصكم ديروا نهار الامتحان، نهار الامتحان ما تقراوش النص هو الاول، نهار الامتحان اول قراءه خصكم ديروا هي قراءه الاسئله، قراءة الأسئلة هو هي الأولانية، عاد قراو النص، قراو الأسئلة مرة واحدة، كتقراو كلشي غير باش كتاخدو فكرة، ماشي غتجلس لا غنقراهم غنجي نخلع نو، حيت ملي كتقرا لأنه أش كيوقع لك؟ ملي كتمشي كتبغي تقرا التكست عقلك ما كاينش مع التكست، عقلك مع الأسئلة، كتبقى تقول أنت غير سالي التكست باش تمشي للأسئلة، كتلقى راسك ما فهمتيش التكست وملي كتمشي الأسئلة كتزيد تعقد. أول حاجة كديروها هي كتقراو التكست كتقراو الاسئله هما الاولانيين باش تاخذوا فكره كيفاش غيكون الامتحان. عاد ابخي ملي كتقرا الاسئله كتمشي للتكست شحال من حاجه تلقيتيها في الاسئله كتبان لك كاينه في النص اللي كيخليوك تيعاونوك انك تتحمس في الفرنسيه، ولكن ملي نبغي نجاوب ما نجاوبش بالزربه، الجواب تاعي تيكون هو كنقرا التكست بزاف ديال المرات لان عندكم ساعتين كافياكم. القراءه الاولى ديال التكست بحال داك الباب اللي كنبقى تنحل به في بزاف ما كيبيش يتحل ليا، القراءه الاولى راه ما غتفهموا حتى حاجه، راه حتى حنا لي بروف كقراءه اولى كتكون زربانه ما كنفهمش كلشي، حتى كنعاود نقرا القراءه الثانيه ملي كنقرا القراءه الثانيه ديال النص كيبانوا ليا داك كنقول حنا داك التشاش شويه ديال التشاش، القراءه الثالثه كنبدا كنزيد نفهم، القراءه الرابعه كنزيد نفهم. خذوا الوقت ديالكم كافي واخا تكون حتى ربع ساعه بين ما تفهموا تيكست وما تكرهوش ديك التكست، مثلا بحال دابا الا شفتوا فيها بحال هاد الكلمات شفتوا فيها دوروا عليهم حيت ممكن في الاسئله يتحطوا لكم منهم بشويه عليكم. ومنين بغي نمشي نجاوب في لا كاستيون ديال لا كومبريونسيون ديال لا لونغ السؤال نقراه ماشي مره واحده، حيت كقراءه السؤال اول مره وانت تالف
ما غاديش تعرف والو، تقدر تجاوب خاطئ. نقرا السؤال مره جوج ثلاثه، نعرف اشنو مطلوب مني في السؤال، ماشي غير نجي نقرا من الاول ونبدا نجاوب في الاخر بلونك وعافاك، بيت نبدل الورقه عافاك استاذ، بيت نعاود كل شيء. انتبهوا للمساله هذه، انتبهوا ليها، لانه واحد القضيه نهار الامتحان الجهوي كيعطيكم ورقه التحرير، ما كتكتبوش في الورقه المطبوعه، هذه كتديوها معكم. انتبهوا شحال واحد كيتلف، كيعطيكم ورقه التحرير نهار الامتحان، وديك الورقه الفوق نتاعها كتكتب فيه السميه والرقم ديالك وكل شيء، ولكن كتقطع نهار الامتحان ما كتبقاش عندنا. حنا ملي كيوصلنا كيوصلنا غير نص ديال الورقه اللي ما فيهاش سميتك. نتوما اش كديروا؟ كتكتبوا المعلومات ديالكم مضبوطين، رقم الامتحان مضبوط ضابطا تاما، الاسم واللقب مضبوط، كل شيء والك داكوغ. الوغ ملي كتبي تكتب، واحد النصيحه غادي نقولها لكم، سيرتو في ماده الرياضيات، سيرتو في ماده الرياضيات انتبهوا مزيان. حنا اش تيوقع قدامنا؟ كيعطيكم بحال هاد الورقه هادي، انتبهوا وسمعوني مزيان اش غنقول لكم، واخا انا غنخرج على الموضوع شويه، سمعوني مزيان. الموضوع بالنسبه للورقه ديال الرياضيات، ماشي غير ورقه، ورقه التحرير كيعطيوك تكون تدوز تدوز فالماط وكلشي. انا نقول لكم واحد القضيه بالنسبه لورقه الرياضيات، ملي كتكون العمليه حسابيه من الاحسن قسمها على جوج، دير واحد واحد سميستره وسطره على جوج، وكتب العمليه تاعتك انا وكملها هنايا داكو. علاش؟ اش كيوقع ملي كتطلب بزاف ديال الاوراق؟ كيبقاو تيغرافيزيو لكم. اش كيوقع ملي كيغرافيزيو؟ كتلقى الاستاذ كيصحح مثلا التمرين واحد هنايا، الكومونات تاعته كاينه في الصفحه الثالثه ولا الرابعه، لهذا كيكون خطا. ولكن ماشي هذا هو المشكل اللي كيوقع، المشكل هو انه اش كتلقى؟ انا خصني نجيب لكم ورقه التحرير باش نوريكم كيفاش. المره الجايه غنجيب لكم ورقه التحرير باش نقول لكم كيفاش تتعاملوا معها، حيت في الفوق كتكون واحد لابارتي كحله، ما كتكونش ما كتكتبوش فيها نتومايا، وتيكون داك بساط تاع التشراق ملي كيشرقوا الورقه. دائما السطر الاول والثاني والثالث، شحال من واحد من التلامذ كيقراو في كيقراو الرياضيات وكيبقاو تكتبوا منه من داك الخط اللي كيتقطع. اش كيوقع؟ دوك المصححين او الاساتذه ملي كيزربوا تبداو تيقطعوا تيحيدوا في الوريقات اللي فيهم السميات. شحال من واحد جات ليه نص عمليه حسابيه، كتشري نقطه ولا جوج نقاط كيتشرقوا ليه بديك الورقه. لهذا امتحان ديال ماشي غير الفراغ، ماشي غير جميع المواد، وقت ما بديتي مثلا بتكتب في اول في الصفحه الاولانيه، خلي داك السطر الاول والثاني ما تكتب حتى السطر الثالث، عاد كتب ومنين تقلب الورقه كتب كذلك السطر الثالث، وانت غادي دائما خلي واحد الفجوه بينك وبين داك البصل اللي كتقطع مع الورقه التحرير، لانه ملي تيقطعوا بالزربه شحال واحد كيمشي ليه سؤال ما كيتحسوش ليه. لهذا ردوا بالكم. علاش؟ حيت حنا وقعتنا في التصحيح كيوصلونا وريقات ديال التلامذ اللي كنلقاو نص ديال جواب ما كاينش، انا ممكن ما غنعرفش اش باش جاوبني هويا، كنضطر من داك الجواب ما كيتحسبش لي، لانه ما عنديش كيفاش ندير ليه، كنبدا نقول لهم جيبوا لي نص ديال الورقه ما يمكنش. لهذا ردوا بالكم وليداتي، راه هادشي قلت لكم، وتنقول نهار الحراسه تنقول للتلامذ ديالي، وتنتوما تنقول لكم دابا ردوا بالكم لهاد المساله هادي. فوالا وي، ورقه التحرير كيفاش تيعرفوا؟ كيكون واحد الرقم. مرحبا ام البنات، باش كنعرفوا بان ورقه التحرير جاتك نتايا، واحد الرقم كيتبعوه، داك الرقم اللي كيتطبع هنايا هو نفس اللي كيتطبع في ورقه الاجوبه. الوغ ملي تيكملوا صافي كيتصحوا، حنا كنردوا لهم الاوراق مرتبين كيف ما عطاوهم لينا، وكيبقاو كيلاقيو داك الرقم ديك لا سيري. مثلا عندك هنايا 5660، غنلقاو هنا 5660، يعني مول الورقه غادي نسقوا عليه مع ورقته باش كنعطيو السميه ديالو للامتحان. صافي المهم هذه معلومه ديروها في راسكم. دابا سالينا مع التمرين الاول، دابا زعما الدرس الاول، دابا غنشوف الدرس الثاني اللي هو ديال لاكوز. صافي دابا حاليا انا اش كندير هنايا؟ كنعطيكم الدروس اللي غيكونوا في الامتحان او ميم طون التلخيص ديالهم. صافي هذا الدرس الاول احنا ساليناه، دابا غادي نمشيو للدرس الثاني اللي هو ديال لاكوز. الوغ الدرس الثاني اللي هو يا اكسبريمي لاكوز، يعني السبب. هنا عندنا السبب. الوغ عندنا بزاف ديال العبارات، غنبدا لكم بالعبارات اللي تيكونوا في راس الجمله. كاينه وحده اللي كتكون في راس الجمله اللي كتكون اون تيت، يعني راس كتكون في راس الجمله داكو،
اللي هي وحده اللي كاينه اللي هي كورن، هذه كتكون في راس الجمله صافي. وكيف ما تنقول لكم دائما فلاكوز باش نعبر على الجمله اللي فيها لاكوز خصني نقلب عليها فين كاينه، حيت ممكن تكون هي الاولانيه او تكون هي الثانيه، يعني ماشي غير نجي نحط ليكسبرسيون اللي بغيت وندير ما بغيت في الجمله، نو كنقلب على الجمله اللي فيها لاكوز عاد كنحط معاها العباره ديالتي. وانا كنصحكم في هذا الامتحان في هذا الدرس هذا بالضبط، الى مثلا الجمله اللي فيها لاكوز انت قريتي الجمله وفهمتيها لقيتي بان الجمله اللي فيها لاكوز هي الاولانيه دير معاها كوم اللي كتكون في راس الجمله بلا ما تقلب، لقيتي الجمله اللي فيها لاكوز هي الثانيه دير معها العباره اللي تيكونوا في وسط الجمله. دائما هكا خاصك تمشي مع هذا الدرس هذا، سير مع داكشي اللي عطاوك. الو هنا عندنا هاد الكوم اللي كتكون في راس الجمله ديال لاكوز، وعندنا كذلك يا اما كاينين شي اللي تيكونوا يا اما اون تيت ولا تيكونوا او ميليو. يعني ماذا؟ يا اما تيكونوا في راس او وسط الجمله، هادو اللي غنكتبو دابا، يا اما تيكونوا في راس او وسط الجمله. شكون هما؟ كاينه puisque، كاينه كذلك attendu que vu que، ما فيهاش ردوا البال. كاينه كذلك étant donné que، هادو يا اما تيكونوا في الوسط في وسط الجمله او راس الجمله. يعني اش كيديروا فين ما كانت الجمله اللي فيها لاكوز كيديوها معاهم، ما كيخليوهاش بوحدها وكيمشيو كما كيمشيو بوحدهم، تيديو معاهم الجمله ديال لاكوز فين ما مشاو. الوغ دابا غنشوفوا كذلك اللي تيكون دائما او ميليو يعني في الوسط ما تيبدلوش بلاصتهم. انا راه خلطت لكم، خلطت لي سيبوردونو مع لي كوردونو، تيكونوا في الوسط وسط الجملة. شكون هما؟ كاينين جوج لي هما كاينة كار وكاينة باغسو كو. انتبهوا راه كاين لي تيخطئ فيها، كاين لي كيجمعها، كاين لي كيفرقها، تيدير باغ بوحدها سو بوحدها، لا باغسو كو هادو تيكونوا وسط الجملة. وكاينين وحدين انا مدرتهمش معاكم داكوغ، غير لي تذكيري فقط انا غنكتبهم ليكم ولكن نتوما ما تستعملوهمش داكوغ. وي هذيك دي مومون كو حفيظ زكي، هذيك دي مومون كو من الاحسن ما نستعملوهاش في هذا الدرس، حيت المعنى ديالها ماشي غير لاكوز، كنعبروا كذلك عليها كنستعملها كذلك حتى في لو طون باش نعبروا على الوقت. لهذا انا ما كنصحكش اودي تستعملها. انا اللي كنقول لكم هاد لي زيكسبرسيون اللي تبع حطيت لكم اسهل ما يكون. الو انا دابا اللي غنكتب لكم بالاحمر، وقت ما شفتوني كتبت لكم شي حاجه بالاحمر عرفوا بانكم خصكم ما تستعملوهاش، هاي عرفوها كاينه. كاينه غراس ا اللي هي المعنى تاع بفضلي، وكاينه كذلك ا كوز دو، هادو ما تستعملوهمش المعنى ديالها بسبب. هادو كيتستعمل علاش قلت لكم ما تستعملوش؟ لانه الجمله ما كيبقاش فيها لو فيرب، كنرجعوا براس لو فيرب ان نو، صعيب باش انكم تستعملوها. الفرق بيناتهم وماشي اي جمله كيجي معاها، كل جمله عندها حسابها. الا كانت الجمله فيها سبب اللي هو يا ايجابي، هذه كنستعملوها الا كان سبب ايجابي، وهذه كنستعملوها الا كان سبب سلبي. الا كان سبب سلبي مثلا تنقول لك الا ريوسي غراس ا son effort، لقد نجح بفضل مجهوده. هنا السبب اللي خلاه ينجح هو انه عنده واحد المجهود. اذا انا عندنا يا سبب ايجابي، ولكن قلت لك انايا ما نقدرش نقولوا الى غيوسي ا كوز دو سون ايفور، ما يمكنش نقولوا نجح بسبب ليفور ديالو يعني سلبي، نو غنقول مثلا الى تابسون ا كوز دو سا مالادي، انه غائب بسبب المرض، والمرض هو سبب سلبي. لهذا انا كنصحكم هادو ما تستعملوهمش حيت فيهم المشكل، خاصك تستعمل معاهم ان نو، يعني الجمله اللي غتبعها ما غتبقاش فيها لو فيرب، غيتحيد
لو فيرب لي هذا انا كان ما كنصحكمش تستعملوا فيها ما تستعملوهاش انتما شفتوني ما تستعملوهمش هادو كافينكم ما بيناش نكثروا بزاف لي زيكسبرسيون غيتقال لكم راسكم هادو كافينكم كوم كتكون في راس الجمله ولكن بيان سور كتكون مع لاكوز هادو تيكونوا يا اما وسط او في راس الجمله ولكن تيدو معاهم الجمله اللي فيها لاكوز وكار باسكو دائما تيكونوا وسط الجمله وكيف ما قلت لكم نهار امتحان عطاوكم جمله قالوا لكم عبروا فيها على لاكوز وهي جوج الجمل اش كديروا نتوما كتقلبوا على الجمله اللي فيها لاكوز ممكن تكون هي الاولى او تكون هي الثانيه الا الجمله اللي فيها لاكوز كانت هي الاولى ديروا هادو ولا هادو وإلا كانت الجمله اللي فيها لاكوز لقيتوها هي رقم جوج ديروا هادو ولا هادو الا هادي نتمنى انكم تكونوا فهمتوا بالنسبه للدرس ديال لاكوز مفهومه صافي مفهوم هادوك جوج الاخرين ام البنات بلا ما تحفظيهم ولكن غير عقلي عليهم يتيمات الام انا غنجيب لكم ورقه التحرير باش تشوفوها كيفاش دايره باش تاخذوا فكره عليها نو ما تخافوا والو ما تخافوا والو يلا دابا نمشيو للدرس ديال اوسي كو نو اتونسيون ادم ما تحاولش عندك تغلط اوسي كو راه عندها علاقه بالدرس ديال لا 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 كومباريزون ديال التشبيه لك واخا داكور دابا نشوف لكم داكور بالنسبه لا كونجوغيزون واخا ما درتهاش معكم رجاويه السويحلي هاي دابا نتوما عرفتوها صافي لا هاد الدرس هذا انتبهوا معايا مزيان نوال نوال خصك تفهمي الجمله بنتي باش ما يمكنش نقول لك شي حاجه اخرى صافي الوغ هنا بالنسبه لا كونجوغيزون ديال هادو كوم كيتبعها لانديكاتيف يعني ماذا يعني لو طون ديال لو فيرب ما كيتبدلش كيبقى هو هو كذلك هنايا لانديكاتيف يعني لو طون ما كيتبدلش كيبقى كما هو كذلك هنايا لانديكاتيف لو طون ما كيتبدلش كيبقى كما هو صافي هادشي اللي تعرفوا ها نتوما لا كوز كاينين بعض العبارات اللي كيتبدل فيهم لو طون ولكن حنا ما غاديش نديروهم حيت نهار امتحان داكشي راه ما كيطلبوش منكم راه الا جينا نتعمقوا في هادشي راه غادي تحماقوا ولكن حنا كنمشيو على حساب الامتحان الجهوي ثقوا فيا راه ما غيعطيكمش شي حاجه اللي خصكم تصرفوا فيها لو فيرب علاش حيت ديجا عندكم الدرس ديال لو بوت والدرس ديال لا كونديسيون والدرس ديال لا كونسيسيون غتبدلوا فيه لو طون ما غاديش يجيو يصدعوكم حتى بلا كوز صافي هادوما كلهم كتشوفوا يعني لو فيرب اللي كيكون في الجمله كتخليه وما كتقيسوش صافي مفهوم بالنسبه اللي كيسولني على لا كونجوغيزون اش من افعال غنستعملوا راه ما يمكنش نقول لكم انايا على حساب المدرسه على حساب الامتحان راه ما كاينش الاستاذ اللي غادي يقول لك حفظ هذا لو فيرب الفلان فلاني او هذا ما يمكنش لانه من الامتحان ما كتعرفوش شنو يقدروا يحطوا لكم تفهمنا دابا غنمشيو نشوفوا الدرس ديال لا كونسيكونس اللي هو النقيض ديالو اللي هو النتيجه دابا غادي نشوفو اكسبريمي لا كونسيكونس يعني النتيجة هي لا كونسيكونس صافي اوبس لا ماشي مشكل الله يحسن العوا ماشي مشكل وي دابا على حساب الجمله شنو نحطو فيها ايا خلود كوم وي بيان سور انا مازال غادي نشوفوها مازال غنشوفوها في لا كومباريزون زينب زينب تخوازيام جروب راه شوف نقول لكم على القضيه راه تخوازيام جروب ما فيهش الشرح تخوازيام جروب فيه الحفظ تخوازيام جروب نعاود نقولها ما باقيش تقولي صدق صحينا راه تخوازيام جروب راه فيه الحفظ راه ميمكنش نعطيكم فيها ما كايناش قاعده قاره بتخوازيام جروب بالنسبه للناس اللي طلبوا لي على لو فيتور واخا سيدي لو فيتور راه ساهل اسهل ما يكون لو فيتور اول حاجه لو فيتور هو هذا تيرمينيزون ديالته اشنا هي هي ا اي
اس ا او ان اس زد او ان تي. هذا هو الفيوتشر. ناخذو فيرب ديال برومي جروب. هذا هو الفيرب ديال برومي جروب. مثلا الفيرب ريغاردي. ريغاردي هو هذا. غنردو غادي نصرفو في الفيوتشر سامبل. كيفاش غندير ليه؟ ساهل. غنخليه كاملو بالاصل ديالو اللي هو اخ في الاخر وغنضيف عليه اي. غنضيف عليه ا اس. جو ريغاردري tu regarderas il regardera nous regarderons vous regarderez ils regarderont. يعني لو فيرب كامل كتخليه بلا في كله لانفينيتيف ديالو. اي فيرب برومي جروب هكا غادي دير معاك. اوكي. مثلا لو فيرب فينير ديال دوزيام جروب نفس الشيء. دوزيام جروب كتخليه كاملو وكتضيف عليه اي وكنقولوا je finirai tu finiras il finira nous finirons vous finirez ils finiront. ولكن ثالثيام جروب ما يمكنش نقول لكم قاعده على حساب كل فيرب كيفاش كيقدر يتصرف. بحال مثلا لو فيرب دوفونير. مثلا لو فيرب دوفونير هو سي ان فيرب ديال ثالثيام جروب. كيفاش غنصرفو؟ ما يمكنش ندير فيه اي اس اي ونقول جو دوفينري. نو، هذا كيتبدل كتولى دو فيان جو دوفياندري. Alors que quand il va prendre l'état au troisième groupe, hawa, on va garder عليه كاملو الا هاد او غنحيدها ما غتبقاش وغنجر معاه اي وغتولى je prendrai. لهذا هاد القاعده ديال الفوتور بالنسبه للبروميير دوزيام جروب كنخليو لو فيرب كما اونزيلا وكنضيفو عليه التيرميناسيون. اما ثالثيام جروب لا يمكن على حساب كل فيرب باش نو خاصك دير فيه. صافي. صافي مفهوم. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا. وزارة اداليا هذه مراجعه شامله. دابا غادي نمشيو نشوفوا لا كونسيكونس. لا كونسيكونس ماشي بحال لا كوز كيف ما شفتوا كما كنت كنقول لكم، لانه جميع العبارات ديال لا كونسيكونس كلهم تيكونوا في الوسط. يعني ماذا؟ يعني ملي انا نعطيك واحد الجمله فيها جوج ديال الجمل، اش كديروا نتوما؟ كتقلبوا على الجمله اللي فيها لا كونسيكونس، او الاحسن انكم تقلبوا على الجمله اللي فيها لا كوز. ملي كتلقى الجمله اللي فيها السبب كتسهل عليك تلقى الجمله اللي فيها النتيجه اللي هي لا كونسيكونس. اذا ملي مثلا غادي نلقى مثلا لقيت الجمله اللي فيها لا كوز هي الثانيه، اذا الجمله الاولانيه هي اللي فيها لا كونسيكونس. شنو غنمشي ندير انايا؟ مادام انه كنعرف بانه العبارات ديال لا كونسيكونس تيكونوا في الوسط، وانا عندي الجمله اللي فيها لا كونسيكونس هي الاولانيه، غادي نقلب الجمل غنحطها هي الثانيه، والجمله اللي فيها لا كوز غتكون هي الاولى. داكوغ. الوغ بالنسبه للعبارات ديال لا كونسيكونس كاينين بزاف، كنا شفناهم هادو اللي غنستعمل لكم لي كادير نكتب لكم دابا ما فيهمش لو طون كيبقى هو هو. كاينه دو، كاينين بزاف الانواع دو تيل فاسون كو. يا اما تنقولوا دو فاسون كو يا اما دو تيل فاسون كو. الا نتوما اختاريتو انكم تكتبوا تيل كتحيدوا الاقواس ما كيبقاوش، ولا ما بديتوش تكتبوها كديروا غير دو فاسون كو. اي باش نقول لكم اذا راه كاينه دو فاسون ولا دو تيل فاسون كو. كاين كذلك دو تيل او دو مانيير كو. بحال بحال مانيير كو دو تيل سورت كو. كنحاول على حساب لا كونيكسيون لا تجي ليا ولا شي حاجه. الوغ دو تيل سورت كو هذه اللي معروفه بزاف، اللي كيتستعملوها كيستعملوها بزاف. غنكتبها لكم بالكحل. زوينه هادي سي بيان كو. الوغ دو تيل فاسون كو. هنا اش كندير؟ لاحظتوا بانه انا راه كنجمع لكم العبارات في الدروس اللي كنا شفنا في اللايفات. فرقت لكم كل حاجه بوحدها، قلت لكم هادو كيتسماو دي سوبوردونون، هادو كيتسماو دي كووردونون. دابا جمعت كل شيء داكوغ غير باش نتلخص. De telle façon que, de manière que, de sorte que, de tel, là, à tel point que,
à tel point que كاين كذلك او بوان كو كاين عاوتاني تالمون كو وكاينه هادو انا غنكتب لكم بالاحمر الا عرفتو تستعملوهم مرحبا ما عرفتوش من الاحسن تفرقوا عليهم كاينه سي بلس ادجكتيف بلس كو وكاينه تالمون حيت كاينه مجموعه كاينه مفروقه بلس ادجكتيف بلس كو اللي تنكتبها بالاحمر عطوها بتسع كاين كذلك دونك كاين كذلك الوغ كاينه سي بوركوا فوالا بوركوا C'est pour cela que c'est pour cette raison que كاين كذلك هادي غنكتبها لكم بالاحمر ردوا معايا البال aussi بوحدها ainsi بوحدها ردوا معايا البال ما تستعملوش هادو من الاحسن اللهم الحاجه اللي عرفناها انا اللي كتعجبني هي هاد سي بيان كو اللي كتعجبني انه كتكون زوينه في الامتحان تاع بصراحه زوينين نشوف لا تمشي لا كونيكسيون الوغ سي بيان كو انسي نشوف لا نسى لكم شي حاجه اخرى باش ما نساوش كلشي الوغ كاينه سي سيتيرا كاينه وحده هادي ما انا ما هادو ما هاد الجوج هادو اللي غندير لكم دابا ما خدمتوش معاكم ولكن علاش حيت انا عارفه راسي بانه غيكون عندكم مشكل الوغ باش نديرو بعدا هادو كاملهم كتستعملو معاهم لانديكاتيف يعني لو طون اللي تيكون تابعهم ما كيتبدلش كيبقى هو هو ولكن كاين هاد الاستثناءات هادو شحال مرات كنطلبني قال لي استاذ كيفاش نخدموهم assez plus adjectif plus pour que هادي كنت عندنا شرحت عليكم وكاينه كذلك trop plus adjectif plus pour que هادو انا ما كنصحكمش تستعملوهم لانه كيتبعو لو سوبجونكتيف كيتبعو لو سوبجونكتيف ماشي غير الطون اللي كيتبدل بوحدو الا كانت لا نيغاسيون في الجمله يعني ديك نو با الا كانت كتحيدوها الا كانت نو با في الجمله كنحيدوها والا ما كانتش كنزيدوها لهذا انا ما كنصحكمش تستعملوهم هاد اللي كيستعملوهم يكون عارف يتقنهم مزيان مفهوم مفهوم دابا انا حاليا مزيان عندي اللايف خدام عندي مزيان نشوفوا كلهم سوفيزامون بور حتى هي عندها نفس التعبير ديال ترو اسي بور كو سوفيزامون بور كو سوفيزامون هاد اسي بور كو معاهم كذلك حتى سوفيزامون حتى هي راه كاينه معاهم pour que حتى هي كاينه مع هاد التركيبه هادي ولكن انا نقولها لكم ما تستعملوهمش مفهوم نسيت ما كتبت لكم par conséquent وي عندك الصح par conséquent en conséquence ام البنات ماشي تحفظهم كاملهم ولكن غير مره طلع لهم كيف ما قالت مادموزيل نسيت ما كتبت لكم par conséquent وكنت دايرها في راسي نسيت ما كتبت لكم par conséquent en conséquence وكنت غنكتبهم بالاحمر ها هما غنكتبهم هنايا par conséquent
كاينه كذلك اون كونسيكونس. هادو بالاحمر، علاش بالاحمر؟ واخا ما فيهم حتى شي مشكل، واخا اصلا لو طول اللي كيتبعهم ولا انديكاتيف، ولكن كاين اللي تيغلط كي تكتب لينا بار كونسيكونس وتكتب لينا اون كونسيكونس. لهذا مادام انهم كيتشابهوا ما كاينلاش تستعملوهم، استعملوا هادو اللي ساهلين ولا هادو ساهلين. هاد الحمر لا، صافي مفهوم دابا؟ لا تيلمو ملي كتكون تري كتحيدو تيلمو، زعما ملي كتكون تيلمو كنحيدو تري. وميمي شكرا بارك الله فيك بنتي. نو هانتوما بغيتو كتغلطو، ليلى بناني بويسكو ما كايناش مع الدرس ديال لا كونسيكونس، بويسكو كاينه في الدرس ديال لا كوز. سناء الله يلا هو اللي خاصو يرجع لمسيو ديريكتور. صراحة خذوا الحاجة من، شوفوا خذوها منين خفافت، ما تقلوش على روسكم. لهذا الناس اللي كيسولوني على اسي واش كيتبع على انفينيتيف، الا كانت اسي بور كو كيتبع على لو سوبجونكتيف ولا لست، ولكن انت كنديرو اسي بور كو راه فيها الخدمة، خاص يكون عندك جوج ديال لي سوج بحال لو بوت، خاص يكون ما يكونش لو ميم سوجي ما يكونش نفس الفاعل، خاصك عاد دير اسي بور كو. اما الا كان عندك نفس الفاعل خاصك دير اسي بوغ وتبع ليها لانفينيتيف. لهذا انا كنحاول بحال هذا الشيء ما ندخلش فيه، لانه غادي غير تعمروا راسكم بشي حاجه اللي نهار امتحان ما غتكونش مطلوبه منكم. دابا غادي نمشيو نشوفوا الدرس ديال لو بوت. غير شويه عليكم، دابا حنا كنديروا غير تلخيص، ولاحظتوا انه راه كنحاول نعطيكم داكشي اللي هو يا اللي فيه حاجه سهله اللي ما كاينش المشكل، باش حتى نتوما نهار الامتحان تمشيو مطمئنين، ماشي تبقاو تتعمروا كتعمروا ومشكله وانكم كاين فيكم انا اللي كيمشي كيخاطر اش كيمشي كيدير فعود ما يخدم، فعود ما يخدم بعض العبارات اللي تيكونوا ساهلين، كيمشي كيقلب على شي مشكل، كيمشي يقلب على شي عباره اللي هي صعيبه حتى كيصدق في الاخر خارج على راسو. لهذا نقول لكم انايا ما تحاولوش تقلبوا على المشاكل. دابا غادي نشوفوا لو بوت الدرس رقم، ما بقاش انا دوك الكتابه الرومانيه، اكسبريمي لو بوت يعني الهدف. الوغ باش نعبروا على لو بوت كاين عندنا جوج ديال لي زيكسبرسيون، كاينين لي زيكسبرسيون لي تيكونوا تنستعملو الا كان عندنا سوجي ديفيرون، يعني فاعلين مختلفين ماشي نفس الفاعل. الا كان عندنا جوج ديال الفاعلين مختلفين يعني الفاعل ديال الجمله الاولى ماشي نفسه ديال الجمله الثانيه، هنا كنستعمل بوغ دوك لي فيهم كو، بوغ كو وردوا البال لورتوغراف ديالكم كيفاش كتكتبوهم، افان كو ا سول فان كو اون فيو كو. ردوا البال هادي راكم نتوما شفتوها، هادي ردوا لها البال، غندير لها واحد النجيمه حيت شفناها في الدرس ديال لاكوز، ولكن كيفاش شفناها؟ ما شفناهاش هكا، شفناها في كو، ما شفناهاش اون في كو، شفنا في كو وشفنا لاكوز في بلا او، يعني في الا كانت هكا وما كانتش هادي راه ماشي لو بوت، هادي هادي سي لاكوز. باش نردو على لو بوت كنديرو اون في كو، صافي دون لسبوار كو. Alors dans l'espoir que de façon que la conséquence de manière que de façon de manière que
هادو اللي غنكتب لكم باش بعدا نكتبو لكم هادو. هادو كيتستعمل معاهم لو سوبجونكتيف صافي. هادو كنستعملو معاهم لو سوبجونكتيف فوالا. الوغ دابا غنعطيكم واحد الاستثناءات وهضرهم البارح. حتى هادو اللي غنكتب لكم بالاحمر ما تستعملوهمش. كاينه دو بور كو وكاينه دو كرانت دو كرانت كو. هاد جوج ديال العبارات ديال الهدف هو واحد الهدف اللي هو محضرتك وحنايا واحد الهدف اللي كنتفاداو المشكل ديالو كنخافو انه ما يتحققش. هاد دو بور كو دو كرانت كو كيتبعوهم لو سوبجونكتيف حتى هما بحال هادو. ولكن شنو المشكل اللي تيوقع؟ تيقول لك القاعده الا الجمله كانت فيها الجمله الاصليه كانت فيها نو با اش كيوقع؟ كنحيدوها ما كتبقاش. والا الجمله ما كانتش فيها نو با كنضيفوها الجمله الاصليه. وماشي دائما نضيفها 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 اذا لم تكن ونحذفها اذا كانت. وماشي دائما ماشي دائما ماشي دائما. كاين في بعض الجمل اللي كتبقى لا نيغاسيو كنخليوها واخا استعملنا هادي اللي هذا تنقول لكم حال هاد النوع هادو ما باقيوش تبقاو تدخلوا فيهم. تبارك الله الخير موجود ها هما كاينين بزاف. لاش انا بغيت نتعلق ونتفلق ونمشي نقلب على هادو مني؟ واش انا خصني غير نضيع النقط؟ اللي بغى يجيب صفر او يضيع النقط ديالو يستعمل هادو. هانتوما شفتوا المشاكل اللي فيهم هادو وهذا. من الصباح وانا هاد البال معكم على حساب لا كونيكسيون ومشي حتى تقطعات ليا مع سميتو. كنحاول باش تبقى ليا على حساب سميتو اللايف. سمعتوني شنو نقول لكم؟ بحال الدرس هذا ما باقيش تقلبوا على المشاكل. نتوما هالعرض تفكوا غير مع لا كونجيزون ديال لو بوت لو سوبجونكتيف غير هو. بعدا عاد نشوفوا واش نقدروا نديروا هذوك لي زيكسبرسيون. لهذا انا نقول لكم من هنا الحاجه لا ما غيفرضوهاش عليكم بنفسي اكتفيت. هما ما غاديش يفرضوا عليكم دو بور كو دو كرانت كو. شكرا غزلان. اللايف ما لا شويه على حساب الدروس على حساب الدروس. هادو هانتي دابا انتي في خبارك هادشي ياك. هاي دابا عندك في راسك هيا في راسك. فرضوها عليك تبعي هاد القاعده. ما فرضوهاش عليك ها هما انتي واحد القضيه هانتي قلتيها بفمك. فرضوا عليا غنستعمل هاد القاعده. ما فرضوهاش ها هما القواعد ديالي وما تفرضوهاش صافي. دابا غادي نشوفوا ديال الا كان عندكم لو ميم سوجي نفسه غنستعملوهم الى عندنا لو ميم سوجي. الو بي كبيره الى عندنا ميم سوجي يعني الى عندنا نفس الفاعل. الى عندكم نفس الفاعل نفسه غير هما في عود كو غادي نديرو دو وهادو تيكونوا ساهلين. داكوغ هادو تيكونوا ساهلين. ها نتوما عندنا بوغ افان دو. حنا شفنا كو دابا غنشوفو افان دو. اسو فان دو. الاغلبية ديال المنطقة كيستعملي اما هادي اما هادي de manière à de façon à dans le but de dans l'espoir de en vue دو. هادو كاملهم كيتبعو لانفينيتيف يعني الفعل كنرجعو الاصل ديالو. وكنت قلت لكم على واحد القاعده عندكم تنساوها ديال لو فيرب فولوار.
الا عندكم لو فيرب فولوار في الجمله كنضربوا عليه وكنصرفوا مثلا فولوار مثلا فولوار كيف ما شفنا ريوسير بحال هكا. الا عندكم الجمله ديال لو بوت فيها فولوار زائد ريوسير كنضربوا على فولوار وهذا هو اللي غادي نصرفوا بلاصتو. وكاين عندنا دوك اللي شفنا بحالهم هادي انا ندلكم عليهم علامه حمراء كاينه دو بور دو كرانت دو دون لا كرانت دو. هادو حتى هما كيتبعوهم لانفينيتيف ولكن المشكل اللي كيوقع هو في ديك نو با. هاد نو با هي فاش كيوقع المشكل يعني الا كانت في الجمله كنحيدوها والا ما كانتش كنضيفوها الا ما كانتش في الجمله كنضيفوها. لهذا الحاجه اللي بتخليني نخليها مفهوم. وبنتي غير عقل ندى ما بقيش تقولوا لي ما كنعقلش ولا خصكم اللي ما تيعقلش يكتب. صافي متفقين صافي مفهوم. لانفينيتيف اشنا هو لانفينيتيف بنتي هو الاصل ديال الفعل يعني ما صرفتي ما قصتي ما حتى شي حاجه هو اللي كيتسمى لانفينيتيف يعني اصل الفعل كيف ما خرج في الفرنسيه بحال بارتير مونجي دونسي يعني في الاصل نتاعو باقي ما صرفتيه. اسماء علوي نو هادو وي كيرجع الاصل ديالو هادو كاملهم اللي شفنا لحد الان كيف ما قلت لكم في الدرس ديال لو بوت دائما تيكونوا او ميليو في الوسط. علاش اشنو قلت لكم داك النهار قلت لكم دائما الجمله ديال لو بوت كنلقاوها هي الثانيه فهاد الدرس هذا دائما الجمله اللي فيها لو بوت غتلقاوها هي الثانيه. دابا غادي نمشيو نشوفو الدرس ديال لا كومباريزون. نتمنى انا التلخيص ينفعكم ان شاء الله داكو ملي تشدوا اللايف مره مره ديروا بوز وكتبوا صافي. الوغ الدرس ديال لا كومباريزون رقم 4 exprimer la comparaison اللي هي المقارنه بالنسبه لا comparaison حنا شفنا فيها ثلاثه ديال الدرجات اوبس شفنا فيها ثلاثه ديال الدرجات كاينه عندنا اول حاجه ولكن حنا غنشوفوا اربعه كاينين تخوا نورمالمون هما اربعه ديال لي دوغري لي دوغري. كاينه اول حاجه لا غوسومبلونس اللي هي التشبيه ملي كنشبه شي حاجه او شيء او شخص بشخص اخر وفيها كوم اللي كنتو سولتوني قبيله عليها كوم ديال لا كوز ماشي ديال لا كومباريزون. كوم ديال لا كومباريزون فين كتكون في وسط الجمله ردوا لها البال. كوم ديال لا كومباريزون ديال المقارنه كتكون في وسط الجمله ما كتكونش في الاول ديال الجمله. اذا عندنا كوم وعندنا كذلك انسي كو مثل عندنا كذلك دو ميم كو كاين تيقول لها المساواه كاين تيقول لها ليغاليتي الوغ كو هي راه تتشبيه نورمالمون كنشبهك بشي حاجه ماشي باش بحال هكا جاتك يعني ماشي فيها المساواه فيها التشبيه يعني كنشبك يعني فوتوكوبي. الوغ دو ميم كو انسي كو شنو عندنا هنا كاينه انسي كو تيل هادي كتاخد لاكور الا عندك فيمينا ولا ماسكولا ولا بلوريال كتاخد لاكور تيل
que alors comme ainsi que de même que tel que etc هادشي بالنسبه و لو طون تيبقى هو ما كيتبدلش حتى حاجه ما كتبدلش دابا غادي نشوفوا ليغاليتي اللي هي المساواه المساواه اللي هي كاينه عندنا aussi plus adjectif plus que okayna aussi plus adverbe plus que aussi là j'ai aussi autant autant plus adjectif plus que kaina c'est choquant kaina كذلك autant de plus autant pardon autant plus non plus que okayna autant que هادي بالنسبه للمساواه ليغاليتي دابا غادي نشوفو اللي هي لانفيريوريتي لانفيريوريتي كاينه غير حداك نلعبو بها كيف ما بغينا اللي هي الاقليه يعني شي وحده تيكون اقل شي حاجه كتكون اقل من الاخرى كاينه موان موان كو كاينه موان بلس ادجكتيف بلس كو وكاينه موان دو بلس نو بلس كو هذه سهله هذا اللي كنخلعكم تنقولوا il y a moins de filles que de garçons هناك اقل il y a moins de filles يعني كاين البنات اقل من الدراري il y a autant de filles que de garçons يعني نفس العدد ديال الدراري هو نفس العدد ديال البنات انا كاع شي دخل بقلاتي سمحوا لي نقاد الشال ديالي مفهوم بعدا واش نتوما كتقلبوا عمدا بزاف اللايف يلا وي فوالا كاينه كذلك موان كو كاينه موان كو مجموعه كاينه المهم نتوما تعرفوهم عاد غنشوفو اللي هي فيها لا سوبيريوريتي الافضليه كاينه كذلك سوبيريوريتي اللي هي الافضليه هي فيها وحده كاينه بلوس que okayna plus plus adjectif plus que kayna plus de plus plus un nom plus que hadi elle est plus intelligent elle est plus intelligent que son frère elle a khasna adjectif hadi il y a plus de filles que de garçons alors du lot que de il y a plus de filles que de garçons كاين اكثر من الدراري اكثر من البنات وكاينه حدا كنا شفناها هذه كنستعملوها في حاله الى عطاونا في الجمله واحد الكلمه الى واحد الجمله عطاونا فيها واحد ديال المقارنه فيها بيان بلاست بيان تندير ميو كو هادشي كلشي كنا شفناه اللي ما عرفش علاش كنهضر يرجع لهذا اللايف ديال هذا الدرس هذا وكاينه عندنا حدا اخرى فيها الا فيها بون ولا بون كنديرو بلاصتها ميور كو هذا اللي فيكم ما عارفش علاش كنهضر يرجع اللايف ديالي حيت ما يمكنش نشرحها حيت مشى الحال باش نشرحها لكم صافي يلا دابا غادي نمشيو نشوفو
الدرس رقم 5 اللي هو ديال لا كونديسيون. تبارك الله راه ملي بينا نديرو التلخيص ديال الدروس فهاد الحصه راه ما خليناش، ملي باقي متبعين معايا راه ما عندي ما نسالكم. عندنا الدرس ديال لا كونديسيون، اكسبريمي لا كونديسيون. الوغ لا كونديسيون كنا شفنا بزاف ديال العبارات، كاينه عندنا سي بلس بريزون كتعطينا هذا كيتسمى الشرط، هذا هو الشرط سي بلس بريزون بلس فيتور. كاينه حدا فيها سي بلس بريزون بلس بريزون، انا ما غنكتبهاش لكم حيت نهار الامتحان اللي كيطلبوا منكم تيطلبوا منكم هاد الفورمولا، هاد لا فورمولا دي. عندنا سي بلس امبارفي كتعطينا كونديسيونيل بريزون، سي بلس بلس كو بارفي كتعطيني كونديسيونيل باسي. هادو بالنسبة لسي. كاين حدا اخرين كنشوفوهم لي هما يا بحال اوكا او دون لو كا او، وكاينه بوغ لو كا او. هادو لاحظتوا بانهم ما كنبدل والو غير هاد او دون بوغ، ما نفس الجمله كنحافظ عليها. وكاينه دون ليبوتيز او، هادو كنستعملو معاهم لو كونديسيونيل، كونديسيونيل والغالب تيكون بريزون، كونديسيونيل الغالب تيكون كونديسيونيل بريزون. صافي. بدينا قبيله، بدينا قبيله مادموزيل. الوغ هادو فيهم كاين حدين غنشوفهم حتى هما ديال هادو اللي عارف يستعملوهم اللي ما عارفش يخليهم في الثقه. كاينه باش نكتبها لكم باش تعرفوها، كاينه ا كونديسيون كو بور في كو بور بو كو، كاينه كذلك ا موا أموان كو. انتبهوا كيفكم اللي غيشوف ليا هادي ويقول لك لا كومباريزون، لا كومباريزون امتى غنقول بانها ديال لا كومباريزون؟ ملي ما تكونش هادي هكا موان كو لا كومباريزون متفقه معكم، ولكن ملي كنضيف ليها ا ولات الدرس ديال لا كونديسيون. هادو كيتبعوا لو سوبجونكتيف زائد لو سوبجونكتيف. نتمنى انا ما نكونش نسيت شي حاجه في هاد الدرس هذا. الوغ اوكا او كسميتو صافي، هادشي اللي كاين في هاد الدرس. صافي بالنسبه لحد الان غادي مزيان. هادو هما اللي غيكونوا في الاطار المرجعي، باقي راه باقي ما كملتش. دابا غادي نشوفوا الدرس رقم 6 بالنسبه لله. راه كيبقى مسجل يعني بلا ما تقولوا راه كيبقى مسجل يعني بلا ما تخافوا انه هادشي ما يبقاش لكم. داكوغ دابا انا كندير تلخيص ديال الدروس فقط. الوغ دابا غادي نشوفو الدرس ديال لا كونسيسيون لوبوزيسيون رقم 6 اكسبريمي لا كونسيسيون او تنقولها كذلك لوبوزيسيون، يعني ماذا؟ يعني التناقض، التناقض او افكار متناقضه. الوغ لي زيكسبرسيون لي كنستعملو كل حاجه وبلاصتها. هادي ردوا لها البال، بيان كو، وكاينه كوا كو. تابو كوا كو راه ملاصقه ما مفروقاش، كوا كو راه ملاصقه ما مفروقاش.
المعنى ديالها هي رغم ان. هاد جوج ديال ليزيكسبرسيون انتبهوا، راه كاين الفرق بين بيان كو والفرق بين سي بيان كو. الا حطيت لكم هنايا سي بيان كو، راه ما بقاتش الدرس ديال لا كونسيسيون، ولات الدرس ديال لا كونسيكونس. ردوا البال. اذا باش نقول بان بيان كو بانه ديال لا كونسيسيون خاص تكون غير بيان كو. الوغ هنايا عندنا بيان كو كوا كو، هادو فين كيتستعملوا؟ كيتستعملوا في راس الجمله، وكيتبعوه لو سوبجونكتيف، يعني لو طون ديال لا فراز كيتبدل. وانتبهوا الله يخليكم، ما باقيش تحاول تقلبوا، عطاوكم جمله كيف ما كانت نوعها وقال لك عبر فعلا لا كونسيسيون، او هو فرض عليك تستعمل بيان كو، الجمله خليها كما هي، دوك جوج الجمل خليهم كما هما. هذه غتحطها في الاول، ولكن الفعل اللي غيكون تابعها هو اللي غيتبدل، غادي يولا في السوبجونكتيف، وفي اغلبيه تيكون سوبجونكتيف بريزون. داكوغ. كاين عاود ثاني عندنا الوغ ميم كو، خصنا نضبطو لورتوغراف. عندنا كذلك كون بيان ميم، هادو حتى هما كيتستعملو في رأس الجملة، ولكن لو طون لي كيتبعوه هو لو كونديسيونيل، وبيان سور تيكون كونديسيونيل بريزون، أغلبية تيكون كونديسيونيل بريزون. داكوغ. كاين كذلك عبارات أخرين، كاينة وحدة هادي سهلة، هنا غنبقى نجيلكم للساهل. كاينه ميم ميم سي، هذه كتكون حتى هي من الاحسن يا اما كتكون في راس الجمله او وسط الجمله، ولكن تتدي معها العباره ديالها. لهذا انا غنقول لكم غير راس الجمله باش ما باقيش تخربقوا راسكم. ميم سي انا غنكتب لكم غير راس الجمله، واخا هي ممكن تجي في الجمله الثانيه، ولا ممكن تجي في الوسط، ولكن تدي معها جمله خاصكم تقلبوا. لهذا خليكم معايا الله يخليكم في راس الجمله وانتهينا. هذه كيتبعها لانديكاتيف، يعني الفعل اللي تيكون في الجمله الاولى ما كيتبدلش. دابا غادي نمشيو لدوك اللي تيكونوا في الوسط. كاينه هادو اسهل اللي كنت قلت لكم داك النهار، هادو اللي تستعملوهم مزيان، غير هو هادي بالضبط عندي منها حساسيه، ما تستعملوهاش حيت ما كتجيش مع جميع الجمل. كاينه مي، كاينه سوبوندون، بورتون، نيوموان، توتوفوا. هذا نقولها توتوفوا باش ما ننساش او، سمعتوني؟ هذا نقولها توتوفوا باش ما ننساش ديك او، ولكن هي كتقرا توتوفوا. كاينه بار contre, en revanche. هادو كيتبعو لانديكاتيف، يعني لو طون ما كيتبدلش، كيبقى هو هو، ودائما تيكونوا وسط الجمله. يعني عطيناك جمله بتعبر فيها على لا كونسيسيون كيف ما حطوها لك، جيب بيناتهم ديك الفاصله اللي كتكون بيناتهم. مثلا احمد اي جونتي، بيرسون نو ليم، ما تيبغيه مثلا، وقلنا لك دير فيها عبر فيها على كونسيسيون اللي بغيتي دير. اي وحده من هادو تديرها في وسط بلاصه النقطه، ما بيرسون نو ليم. مثلا ستيتو انكم ديروا بيان كو، كدير بيان كو هنا، وهذا كيتبدل كيولا سوا. داكوغ. مثلا استعملتي الوغ ميم كو، هي غتكون هنايا، ولكن هذا غيولا سوغي. درتي ميم سي، خلي ميم سي هنا قدام، هنا بلاصتها، ميم سي غديرها هنايا كذلك، والفاعل ما غاديش يتبدلش، غتقول ميم سي احمد ات جونتي بيرسون نو لام. مفهومه؟ نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا الشيء. والصبوره صغيره، هادشي الله الساعه.
صافي مفهوم؟ صافي. يلا ندوز دابا لدرس اخر. يلا سيزي مرحبا. دابا واحد قال لي واش كتقلب على مع كتي قول ليها ولا على اللي جابو. دابا حنايا تنديرو تلخيص ديال الدروس وواحد تيقول ليا وصدى السبوره صغيره، واش دابا انت بغيتي تستافد ولا بغيتي تعلق على السبوره؟ انا يقول ليا دابا واش ما حشمتيش؟ انا هضر معايا واش ما حشمتيش؟ نورمالمون دخلتي تستافد ماشي غتعلق على سبوره صغيره ولا ها انت دخلتي كتستافد. الناس كامل الناس كاملهم خدامين تيستافدوا، انت الوحيد اللي بتقول لي سبوره صغيره. باش شوفوا العقل ديال المغاربه، راه كاين واحد العقول ديال المغاربه بحال هكا، تنتقد على شي حاجه اللي هي تافهه الوغ كل المحتوى خلاه. واجمع معايا ودي راسك وتبع معايا الا بغيتي تستافد. الوغ باش ما نسات شي درس عندنا واحد سميتو، باش ما ننساش نصدق دايره لكم شي مشكل. فوالا عندنا كذلك الدرس رقم 7 اللي هو الدرس ديال ريزوني ا بارتير دون هيبوتيز. هذا الدرس رقم 7 صافي. لا انا غنكمل كلشي، ما بقى لنا والو، ما بقى لنا والو، بقى لنا ثلاثه الدروس يبقاو لينا. يلا ريزوني ا بارتير دون هيبوتيز. شنو قلت لكم فهاد ريزوني؟ ريزوني هي ملي كنحاول نعبر على واحد الفرضيه وكنعطي الاستنتاج ديالي منها. مثلا نقدر نعبر على الفرضيه ديالتي وانا كنستعمل سي بلس بريزون بلس فيتور. اشنو كندير في هذه الجمله الاولانيه؟ هنا كنعبر على ليبوتيز زائد الجمله اللي فيها لو فيتور، كنعبر فيها على لا كونسيكونس اللي هي نتيجه غير متوقعه، ماشي متوقعه غير حقيقيه، كونسيكونس نتيجة غير حقيقية. داكوغ، هادي فرضية. كاينة هاد سي بلس بخيزون بلس فيتور وكاينين دوك السي لخرين اللي كتعرفو. داكوغ، أو ممكن نعبر على الفرضية أو ليبوتيز كيف ما قلت لكم داك النهار، أحسن حاجة تقدرو تستعملوهم هادو. إل سو بو كو il est possible que كاينه كذلك peut-être que. هادو كنستعمل معاهم لو الا استعملتهم كنستعمل فيهم لو سوبجونكتيف. ومازال غنخدموا واحد المجموعه ديال التمارين باش نوريكم كيفاش كيتحط هذا بالضبط، حيت شحال واحد كيلقى فيه مشكل. هذا راه واخا كيبان لكم هكا ساهل صعيب، راه بالعكس ساهل فيه، ولكن بالحق هو خاصكم تعبروا فيه، هذا هو المشكل اللي فيه، تيخصكم تعبروا. كيعطيكم هومايا نص ديال الفكره والفكره الاخرى خاصك انت تجيبها من راسك صافي. الوغ هذا بالنسبه للدرس ديال ريزوني ا بارتير دون هيبوتيز. دابا غادي نشوفوا الدرس ديال لا كونسيسيون رقم 8 دون le raisonnement. هذا الدرس ديال لا كونسيسيون دون لو raisonnement هي ملي كنتقبل واحد الفكره بطريقه اللي هي غير واحد ا سيغتان ميزور، يعني واحد غير كنتقبلها وكنعاود نرفضها. الوغ هنايا تنقبل واحد الفكره كنقبلها في الاول ولكن ابخي كنرفضها بطريقتي انا، بالتعبير عن الراي ديالي انايا. تقبل الفكرة ثم رفضها بتقديم حجة معارضة. هذا هو الدرس. الو شنو هما العبارات اللي كنستعمل باش نقبل الفكرة باش كنعبر على لا كونسيسيون، وشنو هما العبارات اللي كنستعمل باش نعبر على لا ريفوتاسيون اللي هو يا الرفض؟ ك
كاينين بزاف ديال العبارات باش نقبل الفكره القبول. اما استعمل وي سي فري مي، ماشي بالضروره مي، تقدر تكون اكثر، سيغت طبعا. اور مثلا tu as raison. Cependant, ولكن عندك الصح، ولكن il est vrai que طبعا pourtant ولكن مثلا il est vrai que c'est vrai que شناها سي فري وي سي فري tu as raison il est vrai que je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Par contre, ou là, durnaya pourtant, cependant, par contre, etc. هذا بالنسبه للدرس ديال كيفاش نقبل واحد الفكره كيفاش نرفضها. وحتى هذا غندير لكم درس تا هو تمارين فيه مجموعين مع الدرس اللي دابا شفتو قبيله نتاع غيزوني باش تعرفوا كيفاش تيكون، لانه ما بغاش ندير انا تمارين فدا بوحدو تمارين في الاخر بوحدو، بغيت نجمعهم في تمرين واحد لانه نهار كيتحط كيتحط فيه تمرين واحد. الوغ هاد الولد سميتو ياك، راني براني بلوكيتو انا، ما عرفتش وقع، ما عرفتش شنو وقع، واش كان شي مشكل في اللايف ولا شنو. ها ماشي مشكل، فهمتي؟ لا 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 صافي. انا ما كنتش معاك، كنت نخدم ما ديتهاش فيه. داكو هذا شي بريش هذا، يلا حنا عليه الله باغي يراجع، وجا دابا باغي يدخل الله باغي يشوش علينا، احنا حيدناه وصافي. ما شفتش كان تيسب والله، ما شفتو، ولكن احسن ما شفتوش. دابا انا بلوكيتو صافي، ديك الساعه شوف فين فين يتبع. نكملوا، بقى لينا اخر حاجه. وي صراحه دابا شي براش داخلين، دابا سالات العطل، سالات المدرسه ولا ما عاد القرايه وصافي، ديك تاع ندخلوا صافي، راه ما بقاش عندنا مشكل مع الاستاذ، صافي راه ما بقاش معنا القسم ديالها، صافي راه غادي ندخلوا نسبوها في اللايف كيف ما بغينا، اللي بيسب جا لا يسب، حنا المهم كنديروا داكشي اللي علينا صافي. انا راه ما شفتش شنو كاين، هو هذا مول سبوره صغيره، وممكن ممكن صراحه واش كتكون فيها كو؟ سوبوندون لا، ما كتكونش فيها كو. لا انا اي واحد تيخص الهضره في وسط اللايف وتيقول البنات تيهاجم البنات في وسط اللايف، لا ما غاديش نخلي انايا يدخل معنا، حيت حنا عندنا الناس اللي كيخدموا معايا في اللايف ناس نقيين، ماشي الناس ما مربينش داكوغ. لهذا اي جرتو ما تيدخل تيدخل عندنا اللايف كنحيدوه، لانه حنا تخدموا خدمه نقيه وانتم كتخدموا بغيتوا تستافدوا. اما بحال هذا غادي غير يشوش علينا، اللهم ما يخرج بحال. ممكن يكون شي تلميذ عندي، ممكن. وي وي عرفت، يلا نكملوا. الوغ بقى لينا واحد القضيه اللي بغيت نقول لكم عليها. شكرا كوثر، بارك الله فيك حبيبتي. الوغ واحد القضيه غادي نقول لكم عليها. دابا حنا كملنا الدروس، ولكن بقى واحد الدرس اخر، واخا ما كيبان لكمش في الامتحان هذاك، راه شفتو في الاطار المرجعي. بالنسبه للدرس ديال انكلور اكسكلور ما كاينش في الامتحان، انكلور اكسكلور ما كاينش في الامتحان نهائيا، ما كيتحطش، لانه البروغرام ديال باركور ما تيخدموهش، تيخدموا فقط البروغرام ديال باسخي. عندنا كذلك الدرس ديال
لو شون ليكسيكال هذا شفتوه ساهل. لو شون ليكسيكال هذا ما عندي ما نعطيكم فيه، هذا ما عندي ما نشرح لكم فيه. كنتو شفتوه عباره عن مجموعه ديال الكلمات يطلبوا منكم انكم تجبدوهم فسميتو ف انكم تجبدوهم من التكست. وهذوك بحال هكا كيف ما شفنا داك النهار بحال ليكول مثلا، بحال هذا ساهل هذا ما فيهش المشكل. ليكول مثلا لا نوغيتور الاكل داكوغ، ياك ناش ناس حينا وجاكم ساهل هذا ما عندنا ما نقولوا فيه. لو شون لكسيكال يعني الحقل المعجمي اللي كيجمع لكم جميع الكلمات اللي كتعلق بنفس المجال الذي يجمع جميع الكلمات التي تنتمي لنفس المجال. مثلا نعطيكم انا ميديسين الطب، وقال لك عطينا كلمات منهم نقدروا نقولوا ميدسان، ولكن ما نقولوش دكتور، ما نقولوش دكتور حيت الا قلتي دكتور راه وليتي كتهضر على درس اخر، يعني خاصهم يشبهوا الاخر، ما عندوش ما خاصهمش يكونوا نفس المعنى، يكونوا كينتميو للعائله ديالو ولكن ماشي نفس المعنى. ميدسان اوبيتال سوانيي عالجة ميديكامون مثلا اتسيتيرا. صافي اخيرا سيرا المراجعة، نتمنى انكم هاد الحصة تكونوا استفدتوا. وي فوالا على حسب الكلمات اللي حافظين نتومايا. دابا سالينا المراجعة بلوتو، ماشي سال المراجعة، سالينا بلوتو اسميتو تلخيص ديال الدروس. صافي ونتمنى انه ما نكونش نسيت لكم شي درس، الله يخليكم الا نسيت شي درس فكروني حيت انا ما بقيتش عاقله، انا اللي عاقله على الدروس اللي كاينين. لا نكون نسيت شي درس وبيتادين جديد الضحك مريم سي با بيتادين بديت تكتبي لهم ميديكامون. صافي اه وي ميرسي ام البنات الله يعطيك الصحه. لي طون دو ريسي، لي طون دو ريسي نسينا لي طون دو ريسي. الوغ اذا رقم 10 لي طون دو ريسي. هذا شي تكون فكروني الا كنت نسيت لكم شي درس. راه هاد لي طون دو ريسي واخا تيكتبو ما عرفتش ما صراحه ما تيحطوش، ولكن حنا كلشي ممكن. الو لي طون دو ريسي، لي طون دو ريسي شنا كاين هنا جوج، كاينه لامبارفي اولا كاينه لامبارفي. غادي نشوفو الدور ديالو لامبارفي لاش كيليق كيف ما شفنا اخر حصه كنت قلت لكم لامبارفي كنستعملوه الى عندنا الوصف لا ديسكريبسيون، الى عندنا الوصف كنستعملوه الى عندنا اون لونغ دوري، اون لونغ دوري يعني عندنا مده زمنيه طويله، وكنستعملوه الى عندنا اون ابيتود عادة تتكرر يعني عادة كتعاود، ولا عندنا اون سيميتانيتي اون سيميلتانيتي يعني حركتان تتمان في نفس الوقت. هذا بالنسبة لامبارفي، هذا لامبارفي داكوغ. دابا غادي نشوفو لو باسي سامبل، لو باسي سامبل شنو عندنا فيه. عندنا اولا كنستعملوه الى عندنا اكسيون سودين اي كورت يعني حركه مفاجئه وقصيرة. اصلا الباسي سامبل كاع الحركات اللي فيه تيكونوا قصيرة المدى ما تيكونوش طوال داكو. عندنا لا ما كاينش انكلور اكسكلور وي تتكرر
الوغ عندنا كذلك اكسيون كورت اي سوكسيسيف. ما معناها؟ يعني حركات قصيرة ومتتالية. داكوغ. وكاين عندنا كذلك اخر حاجة في الباسي سامبل، عندنا كذلك نفسها لا سيموتانيتي، حتى هو تيقدر يكون فيه لا سيموتانيتي، لا سيمول تا نيتي هي ماذا؟ هي ملي كتجي حركة قصيرة تكسر، اسمحوا لي اللغة العربية، تكسر الحركة الطويلة، المهم العربية تعديت عليها، حركة قصيرة تكسر الحركة الطويلة للفعل المصرف في لامبارفي، باش تفهموها. مثلا جو بروني اون دوش كون ما مير entra dans ma chambre. هنا عندنا جوج ديال الحركات، جوج ديال الافعال، عندنا بروني وعندنا entra. بروني مصرف في لامبارفي، وهنايا شنو عندنا؟ عندنا اون لونغ دوغي، يعني حركه طويله. جو بروني اون دوش لونغ دوغي. وهنا عندنا entra، عندنا هنا اكسيون اللي هي اول حاجه سودان ما متوقعهاش، اي كورت وقصيره. اش وقع؟ هاد لاكسيون سودان اي كورت اشنو دارت لينا؟ قصات لينا او قطعات لينا الحركه ديال الفعل ديال لامبارفي. اي تنقول حنايا لا سيموتانيتي، نفس الحركات تمو في نفس الوقت، ولكن الحركه ديال الباسي سامبل جات هرست لينا الحركه اللي كانت طويله ديال لا دوش. صافي، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا في هذه الحصه. داكوغ. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا في هذه الحصه هذه. صافي، سالينا المراجعه. مرحبا بكم. لا مرحبا، ما كاين حتى شي مشكل. جميله يوسف، بالنسبه للدرس ديال اكسبريمي سون بوين دو فيو ما فيهش شي حاجه اللي غادي نخدموا عليها، حيت هو كيتعتبر عباره عن سؤال رقم 6 في لا كومبريون، تيقول لك كيعبر على الراي ديالك، حاول داكشي اللي في النص، يعني عنده علاقه بالفكره اللي عندك. مازال غادي نشوفو بحالو. مرحبا مريم بي اش ام، مرحبا الغزال. لا ماشي نسيتو، نو ما نسيتوش. بالنسبه للانشاء كيطلبوا منكم تكست ناراتيف، يعني تكتبوا نص دابا نشوفوا داكشي كلشي نص سردي. مرحبا سيهان فلوغ، مرحبا رشيده، مرحبا. ممكن ام البنات، نو انا ما كنهضرش عليك انت، لي ما كنهضرش على اللي قال السبوره. انا بلوكيت داك الشخص اللي جالس تيتخاصم مع البنات في اللايف، لانه داك ماشي سلوك ديال التلميذ انه يجي يتبع معنا اللايف، وقضيه اخرى باش انه يقول خدمي وسكتي، انا ما خداماش عنده باش يبدا يقول بهذه الطريقه هذه. حنا دايرين خدمه مع التلاميذ ديالنا اللي كيتبعونا، ما باش انه يبدا يبين على التربيه الناقصه ديالته في وسط اللايف ديالي، ما يمكنش، خصني نبلوكي. اما انت راه ما قلتي حتى شي حاجه. داكو، انا انتقدتك، قلت لك نورمالمون اللي بغى يقول بان الصبوره صغيره، انتقدتك ولكن ما درتي حتى شي سلوك. عادي، اما باش بقى يدخل واحد بحال هكا وبدا يقول هضره خاويه، ما عندنا ما نديرو به، هذا بلوكيتو انا هويا.
صافي. الوغ بالنسبه اللي تيقولوا لي على الدرس ديال اكسبريمي سون بوين دو في، هذاك ما غنخدموش، غتشوفوه في التمرين رقم 6 في لا كومبريونسيون، هكا كيتحط وساهل ما فيهش المشكل، غنوريكم كيفاش تجاوبوا عليه. ما كاين حتى مشكل بنتي عائشه، مرحبا مرحبا. كاين غير سرديه يتيمه الام. لا لا غزلان، لو ديسكور ديريكت كون كان غنقول لكم ما كاينش كاع. تمارين ان شاء الله غنكملوهم يوم الاربعاء ان شاء الله. لا ما نسيتش الدرس ديال لا كونديسيون، راني كتبتو غير في عوض ما نكتب لكم لا سوبوردوني دو كون، كتبت لكم اكسبريمي لا كونديسيون، راه بحال بحال. اودي يا بنتي خديجه اش بغيت نقول لها، ديما خلق وصافي ماشي مشكل. انت شوفوا ما شوف دابا هو دري صغير غادي، ما فهمتش انا اللي بيتبع راه كيتبع، اللي بدا يتفلى راه كنبلوكيه كاع، ما نضيعوا معاه كاع الوقت نهائيا سمعتوني. انا ملي جيت بلاصه ليكرون ديال التليفون لقيت كاين مشكل ما هضرتش معاه، بلوكيتو صافي، ما نهضرش معاك انا اصلا باش تدخل عندي ودي لي هكا بحال داك بحال داك التلميذ اللي كيبرزني في القسم كنخرجوا قدام الباب في القسم. انا هكا درت ليه، وي اكيد مع الامتحانات غادي تزيدوا تفهموا اكثر، وغيعطيكم ديجا افكار كبيره وكثيره على كيفاش غيكون الامتحان ان شاء الله. لا فاطمه ما عندكمش القصه البوليسيه. يوم الاربعاء ان شاء الله غنكملوا الجزء الاول ديال المراجعه، باش نهار الخميس الجمعه، باش نهار الجمعه نعاود ندير لكم المراجعه الاخرانيين نكملوها. حنا خصنا هاد السيمانه نكملوا المراجعه باش السيمانه الجايه نبداو امتحانات. وي وي ماشي مشكل، راه في الاخر هما اللي تي ملي كيديروا هكا راه حنا ما تنخسروا والو. بحال دابا انا شنو لو جيست اللي درت مع بلوكيتو تهنيت، ما غاديش نخسر فيه انا الوقت ولا نهضر معاه داكو. لا لا ما كنعمرش انا راسي بحال هاد الناس، ما كنعمرش بهم راسي. انتم شفتوا كملت اللايف ما كون بقيت كنتخاسم معاه، ما يمكنش نبقى انا تنتخاسم مع دري صغير ندير فيه عقلي مراهق. اللهم نخدموا ونديروا بحال بحال ديك الدبانه اللي كتزز وكنرش على بايكون بحال هكا درت ليه وصافي عزلتو. وي نفس التوقيت مريم ال، نفس التوقيت. مرحبا بنتي فاتي فاتي. ايوا بنتي نعيمه صفر، ما هاد القضيه ما تعرفوهاش، ولكن المهم يدبر راسو كله ما كاينش فهمتوني، ما غاديش نقول ما غنعمرش به راسي داكشي باش ما لقيت ما نقول. يلا تصبحوا على الف خير ونتلاقاو ان شاء الله يوم الاربعاء صافي. يا حيت علاش انا حيت غدا غنشوف ناس ديال اليوتيوب، غدا غنشوف ناس في القناه، لهذا كندير لكم نتوما نهار وهما نهار باش ما يبقاش فيهم الحال حتى هما صافي. يلا تصبحوا على الف الف خير، ما سخيتش بكم. يا هذيك نمشي نشرب شويه كاس الماء. يلا نتمنى ان هذه الحصه تكونوا استفدتوا من التلخيص ديال الدروس، نتمنى نتمنى نتمنى، واخا انا ما رش نعاودها في اليوتيوب لانه كتكون قاصحه شويه. غادي نشوف الناس ديال يوتيوب غنقول لهم غنوجههم يجيو للصفحه باش يشوفوا اللايف ديال المراجعه، هما غدا غنكمل معاهم المراجعه. مرحبا مرحبا خديجه امينه بنتي، ما تخلعك والو ليلى فلور، ما تخلعك حتى شي حاجه. يلا تصبحوا على الف خير. فرح فرح نقول لكم واحد القضيه، كاين تيكون في تيكون في الاشجار القلميوي تيكون خوله بقشيش. مرحبا بك بنتي خوله بقشيش. تيكون لايف في اليوتيوب. غير واحد القضيه الله يخليكم امين فاتي فاتي، غير واحد القضيه غتسمحوا لي غادي نقولها بالنسبه للفيس الميسنجر، راه ما تندخلش ليه بزاف وما تنجاوبش فيه بزاف لانه فريمون عندي الخدمه تكون عندي خدمه كثيره ما تنساليش، ما نكذبش عليكم. لهذا اللي ما كنجاوبوش في الامتحان زعما في الميسنجر يسمح ليا، راه ما تلقاش الوقت باش نجاوبكم، لهذا كنتواصل معكم هنا في اللايفات او في لي كومونتير في الصفحه صافي. حيت شحال من كيصيفط ليا مثلا سلام صافا ما فهمش انايا واش عندك شي مشكل صيفطو، ولكن اغلبيه الاوقات راه ما بقيتش كندخل الميسنجر. مرحبا بنتي برانسيس ماريتال، يلا سيروا تصبحوا على خير، تلقوا مني خلوني نمشي. شكرا امو البنات، معاك
ما عادش كديري اللايف. خاوله قال كان دير لايف مع العشرة ونص، حيت ما تكونش مساليه مورا العشرة، ما تكونش زعما العشرة تكون ما مسالياش. ام اروى ما تخلعي حتى شي حاجه، ما حتى حاجه ما تخلعك. عبد المغيث الطليحي، بالنسبه لتالي مونكو ما كتكونش الامتحان الموحد، شكون يكذب عليك؟ ما كتكونش نهائيا في الامتحان الموحد، غير اللي بغى يزرب يديرها. تالمون كو كتستعملها كتكون نص ديالها في لاكوز ونص ديالها في لاكونسيكونس. الا عندك الجمله اللي فيها لاكوز فيها ان ادجكتيف كدير تالمون قبل منها، وكو كتكون بين جوج الجمل، كتكون بين النقطه اللي كاينه بيناتهم. مرحبا مرحبا، يلا تصبحوا على الف خير، شكرا بزاف بزاف.